لما حطتنا التالي موضوع جدا مهم اليوم، يمكن بسبب تزايد الضغوطات بحياتنا اليومية والحياة المعيشية والوضع الاقتصادي، بيزداد الضغط على العيلة والزوجين، بيزداد التوتر يمكن، ودائما بتلاقي في أعصاب مشدودة، ويمكن الأطفال هن دائما بيوقعوا نتيجة هي المشاكل. وعم نشوف يمكن صار المشهد بيتصدر الحياة اليومية للطفل من خلال المشكلات الزوجية اليومية. أكيد نور، بعض الأهل بيحاولوا إنه يبعدوا أطفالهم عن المشكلات والخلافات الزوجية شو ما كان يكون سببها، والبعض الآخر بيقحم أطفالهم للأسف بهي المشاكل بين مين مع ومين ضد ومين ممكن يخفف، وأحيانا ممكن يكونوا ذريعة بوسط هي المشاكل وهذا الأسوأ. بالنهاية شو ما كان يكون الأسباب، الطفل رح يتأثر نفسيا وممكن ينشأ ومعه مشاكل كتير تربوية أساسها هي المشاكل. ولكن كيف ممكن نحميهم من هي الآثار السلبية؟ كلها رح نتعرف على تفاصيلها مع ضيفتنا لليوم الاختصاصية ريم سعد، اختصاصية بالتربية الخاصة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا أهلا وسهلا، صباح النور، يسعد كل أوقاتكم إن شاء الله. يسعد صباحك. خلينا نحكي، هيدا موضوع يمكن مهم جدا وحساس، ويمكن ما في بيت ما في خلافات، وما في بيت ما بيخلو يمكن من المشاكل الزوجية الطبيعية، نحن عم نقول العادية بشكل يومي أو روتيني. خلينا نقول إمتى فيني أقول لا هون الوضع صار بشكل خطر على الأطفال، لأنه دائما الطفل هو مراية لإلنا، يعني أي تصرف أو أي حركة أو أي حتى لفظ نحن بنتلفظه هو بيتلقاه وبيصير يردده بشكل مستمر. تماما، مثل ما حضرتك تفضلتي وحكيتي اول شيء انه الضغوطات صعبه بهي الفترات، اكيد عم تكون على الكل، على الامهات وعلى الابهات. فنحن ما فينا انه لا لازم تكونوا لطيفين وتعيشوا بالبيت اجواء كثير سعيده وهي التفاصيل، لانه في شيء صار عدم قدره بهذا الموضوع، ما عاد في ضبط للاعصاب بسبب الضغط كثير زايد. صحيح. بس نحن بنتجنب انه طفلنا يكون عم ينظر للمشكلة بعين سليمة مثل ما بيقولوا، وقت نحن ما بنجرح بعضنا كزوجين، يعني ما بنقول صفات مجرحة لبعض أو ما منهين شخصية شخصياتنا قدام أطفالنا. هي اللي بتعمل ثغرة عند الطفل إنه ماما هيك بابا هيك، هن هيك ما بيحبوا بعض، هن هيك بيكرهوا بعض. فمن هون تتولد عند الطفل إنه ما يكون عنده يعني ثقة بأنه هو ما في أمان بالبيت اللي عايش فيه، يعني ممكن أي واحد منهم يترك البيت فجأة، ممكن أي واحد يهز صورة الثاني قدام الأولاد، وأحيانا في أهالي بيشاهدوا الأطفال بالخصوص كان عمره مثلا 9 سنين وعشر سنين انه ممكن يكونوا اوعى، فانه مو صح، مو شفت هيك صار، مو شفت هيك انعمل. فهون ما عاد في كبير، يعني بالاسره ما عاد في كبير، لا صاروا كلهم كانهم كلهم اخوات وعم يتخانقوا مع بعضهم وعم يشاهدوا بعضهم ببعض التفاصيل. من هون بتوقع الثغره والمشاكل عند الطفل بهيك نقطه. طيب أستاذة، يعني حكيتي عن نقطة كتير مهمة اللي هو إيمت ممكن يكون في إشراك للطفل بأي نوع من أنواع الخلافات، وهل أنت مع هذا النوع من المدارس اللي بالتربية اللي هو بيقول خلوا الطفل شريك ومع قليل من الوعي؟ ولكن بالنهاية نحن بشر، مو دائما نقدر نسيطر على مشاعرنا، مو دائما نقدر نكون حياديين، وخصوصا إذا كانت مشكلة بتخصنا، يعني طبعا ممكن ما نقدر نتصرف بنفس الحيادية اللي بنعرفها وما نحسب لقدام شو رح يصير. في مدرسة أخرى بالتربية بتقول لا، الطفل لازم يكون شريك بأي نوع من أنواع المشاكل، في لكم غرفة لحالكم، في لكم مكان بالخارج تحلوا مشاكلكم، بتضلوا ويضل هو عايش إنه أسرة مثالية، كمان هذا مو صح. أنت مع أنو نوع؟ هلا نحن ما في داعي، احيانا نحن بحالات انفصال الاهل بيكونوا انه بلشوا يتفقوا على انفصال او المشاكل زادت. اهم مدرسه انا يعني برايي الشخصي او اهم شيء المشاكل الزايده بين الاهل، لا يفضل الانفصال على انه يربى الولد بين هاي المشاكل. كثير حد يعني للاثنين لهم اثار سلبيه كثير، بس الاثار السلبيه يلي بتكون عن الانفصال حتكون كثير اخف عن تواتر المشاكل بيناتهم، يعني يعيش الولد كل طفولته ومراهقته والرشد تبعه انه ايه والله بابا وماما من يوم يومون عندهم كثير مشاكل. طب خلينا نفرق بس مشان الناس هيك اللي عم تتابعنا وخصوصا العائلات والزوجين، المشاكل اللي نحن عم نقول هون نوعا ما الخلافات صارت كبيره، يعني في فرق بين النار اليوم
اليومي، هذا اللي بنسميه ملح الحياة أو المشاكل البسيطة. يعني ممكن تلاقينا ممكن بيختلفوا على أشياء بسيطة، بيعلى صوتهم شوي، في نقاش جدال، هيدا طبيعي قدام الطفل. نحن عم نحكي مشان نفصل. والخلافات لما نقول مشاكل زوجية كبيرة، لما يعلى الصوت يكون في كلام مهين، في يكون في إساءة من خلال الشخصين. المشاكل الطبيعية اليومية عادي قدام الطفل، ممكن مثلا يشوفها، الانقار البسيط اللي ممكن يوميا، ممكن مثلا مثل لو انا واختي عم نتخانق، مثل اي زوجين عم يتخانقوا. بتوقع في مثل ما حكينا انه وقت ما يكون في هز لصورة الاب او الام قدام الطفل، هذا الشيء طبيعي. هذا شيء طبيعي يعني بده يصير، بس بضل في شيء بذره حب بين بابا وماما. صحيح. قد ما علت الاصوات هن ممكن بعدين بيجتمعوا فنجان قهوه، بنطلع كلياتنا مشوار، عم نشوف كل الصور، تفاصيل بسيطه. صحيح. فهذا جزء من حياه نحن بدنا نعيشها، ما في شيء مثالي وكامل. صحيح. بالشكل الكامل. تمام. فنحن مثل ما حكينا يعني عقب حديث انه المدارس، انه في ناس بتقول لا نخبر الاطفال، الاطفال ما لازم يخبروا بهي المشاكل الكبيرة إذا ما كان عمرهم أو إدراكهم يسمح أو محاكمتهم تسمح. نحن مو كل الأطفال عندهم نفس الوعي. صحيح. فقط الأطفال اللي مشغول كتير عليهم بالمراحل الطفولة المبكرة، يعني اللي هنا عندهم شيء اسمه حل المشكلات عالي، هون فينا نتحاور. وقت الطفل ممكن يحس أو يسمعوا هذا كتير بصير وكتير وارد، بنقعد ببساطة بنشرح إنه صار تفاصيل واحد اثنين ثلاثة، بس نحن ما بنسمي كتير، بنعطي الخط العريض للأسباب، ما بنفوت كتير بأدق التفاصيل، وبنعطي إنه صار هيك لأنه في سوء تفاهم أو في اختلاف وجهات النظر، بس ما بنحكي شو هي المشكلة. تمام. هيك أصلاً للطفل وأسلم لصورتنا. وإذا كان في لا سمح الله شيء رايح للانفصال، بتوعى الولد بطرق معينة. طيب كمان أستاذ ريم، خلينا نحكي شوي عن الصورة اللي ناس بتاخدها من المشاكل وبتخاف تواجهها. يعني في كتير أهل بنشوفهم بيخافوا يواجهوا مشاكلهم، وبنفس الوقت هاي المشاكل عم تنتقل بقلب البيت، عم بيحسوا فيها الأطفال، عم بيشوفوها. هلأ ما عاد في حدا غبي مثل ما بنقول. تمام. يعني تمام. أي حدا صار بيعرف وبيقرأ، والأطفال بحس كتير، يعني دائما احنا بنقول الطفل هو إنسان ذكي جدا. صحيح. برغم من أنه ممكن يكون صغير، بس هو ممكن يكون إحساس فهمان. صح. كل شيء. صح. لهيك بيعرف يستغل الأطراف. هذا الشيء شو ممكن ينشئ مشاكل سلبية عند الطفل؟ تماما. هلا اذا قلت كثير كلمه حلوه انه ممكن يستغل، في اطفال بتستغل هاي الفجوات، بتكون عندهم او هن مربيين بانه يكون شوي اميل للانانيه. يعني المدللين زياده اللي بيحبوا هن ياخذوا كل شيء لهم، هون بيلعبوا على حبلين، انه مع ماما وقت بدنا من ماما، ومع بابا وقت بدنا من بابا. وهي يعني هذا الشيء ما له صح. تمام. لانه الطفل ما بيكبر بشيء ثابت، بثوابت يعني او بقيم ثابته عنده، لا بتكون كثير متزعزعه وما بيكون عنده هويه واحده. يعني هو طفل او بكره بس نشوفه حيكون شخص متحول، وين الريح بسوق معه. هذا اكيد نحن هذا الشيء نمط مرفوض مع انه هو شائع ما انه قليل. الطرف الثاني هو اللي بيكون طفل الانسحابي لكثره المشاكل، وهي الخوف بتخليه قلق انه انا شو بده يصير فيني، معقول ماما تروح وتتركني. وغالبا الطفل احساسه ماما قد ما كان، ماما هي رقم واحد. في امهات اللي لا انا بساله بيقول بحب ابوه اكثر، لا ماما هي ماما عنصر الامان. تماما. هي ماما عنصر الامان. فبتلاقي بتلاحظي هدول الاطفال حتى بس يجوا على الروضات او على المدارس، اشتقت لها لماما، بدي روح شوف ماما، خايف عليها. فانت هون دغري بتعرفي انه في مشاكل بالبيت. يعني الام معناتها يعني في حواليها شويه مشاكل، هي متضايقه ما نحاكي، بس الولد حاسس بيستشف الشعور الام. تماما. صحيح. هدول الاطفال كمان مو صح. الافضل نحن انه طفلنا نكبره انه القلق يكون عنده ضعيف، كيف بخليه اعتمادي على نفسه بالدرجه الاولى. ثانيا نحن دائما بنقول انه في نوع من الرياضات، في نوع من القراءات اللي هو بدعم ثقه الطفل بنفسه، انه انا قادر حتى لو كان في شرخ او انفصال انا قوي لحالي. دائما نحن بنقول مثلا بالاخص حتى للذكور والاناث، انه رياضات تايكوندو وجيدو والرياضات القتاليه كثير بتعطي شخصيه حلوه داخليه للولد. هي أهل بيطرحوا أنه لا بركي علمته العنف، لا هي لأنه في إلى تفاصيل، احترام نظام، احترام الآخر، احترام ما بحترم للضعيف، بس بحافظ على حدودي. ففي تفاصيل هي بتخلي الطفل أنه لا أنا واثق أنا قادر. تمام. ودائما الأم ما تحاول، نحن ليش دائما نركز على الأم، لأنه غالبا هي الأم هي اللي بتكون الشخص الأضعف بالقضية. فأنه تحاول تخلي الطفل أنه أنا قوية، لا تخاف أنا قوية، أنا بقدر، بس أنا ما بدي. يعني دائما بنحكي مع الأمهات لازم الطفل يحس ويشوف بعينه أنه أنت قادرة تحل المشكلة بطريقة معينة، بس لا
انت قدران تضبطي غضبك، قدران تعملي كثير تفاصيل، لانه انت هيك بدك، لانه العقل هو اللي بيحكم. كثير حلو نعلم طفلنا انه عقلنا اللي بيحكم مو العاطفه بالمشاكل او بالظروف القاسيه. طيب خلينا نحكي عن العمر المناسب اللي ممكن مثلا فينا نقول السنوات الاولى للطفل هي اللي بتكون شخصيته، بس ايمت فينا نقول هيدا الطفل عنده الوعي والادراك لاقدر انا اشركه بهي المشاكل، او اذا كان في انفصال لاقدر انا احكي عنه؟ يعني بلش احكي عن انفصال مثلا بين الزوجين باي عمر فينا نقول؟ لانه احيانا بنعرف قديش مش مثلا هي المشاكل قديش على الصعيد الشخصي للطفل بتاثر على شخصيته بالمستقبل والانفصال. بنشوف حالات كتير يمكن بمحيطنا، دائما الأطفال هن الضحية لأنه غير واعيين أو غير مدركين للوقوع المشكلة وإيمت كانت وإيمت بلشت. هلأ إذا بدنا نحكي عن وعي، في أطفال تعطيكي مؤشرات انه هي واعي بطريقه حكي، بطريقه تفكير، حتى بطريقه حل مشكلاتها بالمدرسه مع اصدقائها. هذا نحن بنكون شغلينه مع الولد بسنوات عمره المبكره، بالقراءات، بكيف طريقه حل مشاكل. في كثير يعني الام الواعيه اللي بتحب تتعب على ابنها بالتربيه فبتلاقي ثمار هذا الشيء. فنحن ممكن بثلاث سنين نحط، يعني دائما بنفضل او نحكي مع العيال انه بنحط الاولاد وبنحكي معهم بكل بساطة انه احنا ما قدرنا هلا نكون مع بعض، بس احنا اثنين متفقين على انه احنا بنحبكم، فيكم امتى ما بدكم تروحوا عند ماما وامتى ما بدكم تروحوا عند بابا، بس نحن ما رح نعيش مع بعضنا، وانتم وين بتحبوا تعيشوا نحن جاهزين. هذا الحديث هو اللي بيعطي الثقة للاطفال. الاطفال طبعا ما فينا ما نحكي، وما فينا انه عفوا ما نقول حقيقة للاطفال. صحيح. لا، نقول الحقيقة كثير اهوى من انه نزيف ونجمل الواقع اللي نحن عايشين فيه. طيب خلينا نحكي كمان اليوم بعض النصائح اللي انت لازم هيك نقولها لكل العائلات، وخصوصا في كتير ناس بتكون عم تسمعنا هلأ ممكن تقول أنا مريت بكل هذا الشيء بس ما طلع عندي نفس النتائج. في ناس ما بتكتشف أساسا. مظبوط، بتكون المشاكل يعني عامية البصيرة تبعيتها عن المخرجات تبعها. تماما، خلينا نحكي عن هذا الشيء. كيف الشخص ممكن يكتشف أنه عمل مشكلة وأثر سلبيا أساسا للأطفال؟ طيب بلش يحل. هلأ هاد بده كتير وعي، اللي قدران مثلا أو اللي عم بيسمع أو اللي عم بيشوف، مو غلط أنه إحنا نستشير. يعني نستشير دائما الشخص اللي بيشوف المشكلة من فوق، هو الأقدر على أنه يشوف الأطراف وكيف بتنحل. ممكن حدا واعي بالعيلة، أو يفضل طبعا ما يكونوا أهل الأب أو أهل الأم، لأنه هن بيكونوا غالبا تماما طرف بالصراع. أو في عندنا كتير مراكز أو عندنا كتير اختصاصيين مرشدين أسريين كتير بيساعدوا بهي التفاصيل. بيكون الانفصال أو بكل مشاكل بنعلم استراتيجيات للأم، لأنه غالبا ممكن الأب ما يرضى يجي، فنحن بنعلم الأم كيف هي تشتغل على هذا الموضوع مع نفسها ومع أطفالها. كتير بنمر، قد ما كان الموقف مر بس نحن بنمر منه بسلاسة بأقل الخسائر الممكنة. فنحن لعبنا على وعي الأم. يعني هي شراكة نقطة مهمة لما نخلي المحيط، خصوصا إذا مثلا الطفل بالمدرسة أو بالروضة يكون عندك شريك حتى من خلال المدرسات للطفل، لأنه يمكن ما عندنا هي الثقافة المنتشرة بشكل كبير، لأنه دائما بتلاقي العوائل بتخبي هي القصص والتفاصيل وما بدها تخوض فيها. بس لما أنا فعلا أشرك المحيط، قديش فيني فعلا أجتاز مع طفلي بر الأمان، قديش فيني فعلا يمكن خليه قاعد بمرحلة صحية نفسية، ما خلي مثل المربي تخبطات نفسية بشخصيته. تمام، هي دائما نحن حتى الكبار المشاركة كتير بتخفف من وقع المشاكل. صحيح. علينا المشاركة والمشاركة الفعالة. فما بالك بالمكان اللي بيروح عليه الولاد اللي هو بيروح، قد ما بيروح على بيته اللي هو مكان التعليم والدراسة تبعيته. مو غلط طبعا الأم، ونحن غالبا بأغلب المدارس في بند أساسي بيسأل فيه إذا الأهل منفصلين أو هن مع بعضهم. ليش نحن بنسأل هذا السؤال؟ بس لحتى نعرف في مفاصيل أو في محاور نحن بنحكيها مع الأطفال، نعرف كيف نحكيها مع الطفل الواقع بهيك مشاكل. ودائما في عندنا يعني غالبا بيكون في بمدارس أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين، وقت تشوفوا هيك مشاكل بيستدعوا الأم، فبنحط خطة علاجية بسيطة ما ضروري تكون كثير معقدة للبيت وللمدرسة، وبحس الطفل إنه في ناس حاسة في وقفة معه، ملجأ أمان. إذا بعرف الطفل على مثلا مشكلات أخرى، يعني أرجي للطفل إنه مش أنت فقط، أهلك منفصلين كمان، هذا بخفف فينا نقول يعني إذا قلنا بالروضة أو بالمدرسة أو بالمحيط إنه مش هي الحالة أنت بس اللي عم تمر فيها. تماما، بنعمل شيء اسمه جدول الدعم. انه انت شو الدعم؟ تعالوا نحصي الدعم او الشغلات الحلوه اللي بحياته طبعا حسب عمر الطفل. انا عندي ماما وبابا واخت، انا عندي بس ماما واخ،
وعندي بيت قاعده فيه. يعني احنا بنحصي الدعم، فالاطفال كلها بتعرف انه في شيء ناقص عندهم وفي شيء كامل عندهم، فكلياتنا بنتشارك بهي الاشياء. فنحن يعني وقت بنقول للطفل انه انت الدعم موزع على العالم وكل واحد رضيان بالشيء اللي عنده، اكيد فهو بتشارك مع باقي الاطفال وعرفان انه لا الحمد لله انا اموري بخير، كلياتنا عندنا نواقص ما احنا كاملين. طيب استاذ ريم قبل ما نختم، حد اليوم مثل ما بنعرف المشاكل موجوده بالحياه بشكل عام، طبعا طبعا، ونحن دائما بنقول بنركز على الاطفال وعلى التربيه لانه عائله رح يطلع منها عائلات، صح صح، وبالتالي رح هي المشاكل تكبر مع الاساس. النصيحه الافضل اللي بتحبي الام تقوليها لكل اهل، واكيد بنتمنى ما يكون في خلافات ولكن للاسف هي امنيه اكيد معنا موجوده، اي حياه فيها خلاف. تماما، انا يعني مؤخرا كثير بنصح الاهل للضغط، لنتفادى نحن الضغط، ما حدا فينا ما بيضغط، لازم نراجع الاطباء النفسيين، هذا كثير كثير ضروري. في يعني في قدرانين يعطونا حلول بغض النظر شو هي الاطباء النفسيين، حتساعدنا على تخطي الازمات او الضغوطات بشكل كثير سلس. اول شيء لنا نحن كراشدين كاب وكام، ثاني شيء لاطفالنا، ومن حقنا كلياتنا نعيش حياه نكون مبسوطين سعيدين فيها باقل المقدرات اللي بين ايدينا. اكيد بختام بدنا نشكرك كثير، والاطفال امانه في اعناقنا، لهيك لازم فعلا نراعي كل الظروف ونقدر قدر الامكان نخفف هي الضغوطات عليهم. شكرا كثير، ان شاء الله بتمنى الكل يكون عايش بسعاده وهنا ان شاء الله. شكرا لك، اهلا وسهلا.